من كل جميع عكازي شعر ندى السيد والسيد هاشم السيد احمد الرفاعي شعرة اهل البيت والبيت دولة الكويت من كتابها رفاعيات على وزن شوقيات سمعوا ندى شعرة اهل البيت والبيت دولة الكويت ندى السيد والساشم السيد احمد الرفاعي عند قبر ابوها السيد والساشم السيد احمد الرفاعي زيناب شيخ الطريق الرفاع الصوفية يا شاعر المنوفي تقول عن عكازي تقول يا صاحبي يا داعمي وركازي يا اقرب الاعوان يا عكازي رافقتني في رحلتي وتنقلي ساهمت في دفعي وفي إنجازي عززتني وأرحتني في مشيتي بإسنادك المتواصل الممتاز كم من مسافات تعذر قطعها فتقاربت إن كنت في الإيجاز كم من مشاوير تمكن خطوها لما مشيت معي كما المهمازي كم من صعاب واجهت خطواتنا فتيسرت ومضت عبر مفازي صلى الله على النبي وآله وصاحب القرآن ذي الإعجاز والآل والصحب الكرام ومن مضى من بعدهم بالمد والإحراز اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وذات وصفات جميع الأنبياء كما صلت على الملائكة شيخ المنوفية الأحياء الإحرازي شنو؟ الإحراز؟ إيه الإحراز يعني اللي هو الوصول إلى الشيء وحرزه وإنه يصل إليه وعاش عكازك وشكرا صح لسانك وبدنك.